انا النهارده هعمل لكم حاجه اسمها القشطه الكدابه. دي يعني نوع من انواع الحلو، ممكن نقول عليه سوري، ممكن نقول عليه لبناني، ممكن نقول عليه تركي، بيتعمل في بلاد كتير، وهو عباره عن نوع من انواع القشطه بتتعمل بجد بجد في 5 دقائق، بتتسربس نوع من انواع الحلويات، بتحط عليها شربات ورد او بيتحط عليها عسل ابيض، وبتتقدم مع فاكهه. فتعالوا نشوف مقاديرنا ايه الاول. مقادير القشطه الكدابه عباره عن كوبايه كريمه مخفوقه، معانا نص كوبايه لبن، معلقتين دقيق، معلقتين نشا، معلقه سكر، ميه مظهر ومستكه. للتزيين في فستق، عسل ابيض، وفواكه موسميه او فواكه قطع، انواع الفواكه اللي متاحه عندنا. انا كل اللي هعمله ان انا عايزه احط الحاجات كلها على بعض، هحط اللبن والكريمه والدقيق والنشا والسكر. هنحط الكريمه بتاعتنا كوبايه تقريبا، واللبن، النشا والدقيق، السكر، واخر حاجه ميه المظهر. هقلب كل ده مع بعض كويس قوي. هو مش هيحتاج حتى خلاط لانه خليط خفيف، يعني سهل ان هو نخلطه، من مش محتاجين اي خلاط فيه. وبعدين انا هحطه على النار دلوقتي. هياخد بالظبط بالظبط 5 دقايق اول ما هيبتدي يغلي ويطلع الفقاقيع كده بتاعته، هنشيله من على النار. فنحاول ان احنا ما نبعدش عن النار واحنا بنعمل القشطه دي، لانها ممكن تتحرق بسرعه قوي. احنا هنفضل نقلب فيها لمده 5 دقائق تقريبا، واول ما هتغلي هشيلها من على النار واحطها في طبق التقديم بتاعي اللي انا هحطه في الثلاجه. انا خلاص زي ما شايفين كده القشطه بتاعتي جاهزه. خليني اسيرفيسها في الطبق اللي هقدم فيه وادخلها الثلاجه. هتقعد تقريبا يعني اقل حاجه تقعدها ساعه، ممكن تقعد اكتر من كده طبعا. طبعا عشان وقت البرنامج انا كنت عامله واحده مجهزاها، تعالوا نطلعها مع بعض. ودي شكل القشطه بتاعتي بعد ما خلصت، نشفت ومسكت نفسها. خليني انا عايزه اقدم معاها شويه فاكهه. وشويه عسل برضو ابيض. عايزين طبعا زي ما قلت لكم مش شرط نوع فواكه معين، انا جبت الفواكه الموسميه او الموجوده المتاحه. هو كل الفكره بس انها بتبقى حلوه مع فاكهه، يعني القشطه دي بتبقى حلوه قوي مع فاكهه، تنفع في الفطار كمان جدا مش بس في العزايم. خد شويه قلم احمر كمان. وبعدين هحط شوية فراولة. لو مستعملين فاكهة يعني محتاجة تقطيع ممكن نقطع صغير، بس أنا استعملت حاجات كلها أحجامها صغيرة مش محتاجة، يعني تبقى سهلة في الأكل على طول، مش محتاجين لسه نقطع. وبعدين عايزة أحط بقى عليها شوية عسل أبيض، هحط فوق القشطة نفسها العسل. ممكن كمان نستعمل شربات لو تحبوا، مش لازم عسل.